كوكو لي في جيسبر تكونوا كالاباس. ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير ان شاء الله. كما قلت لكم في العنوان راني رايحه للبحر كما راكم تشوفوا لهنايا. نوض الصباح بكري لقيت ماما وجدت لي لي ميني بيتزا هنايا، درت ما حطيتهم يطيبوا، لقيتهم حامين خليتهم يبردوا شويه، بعد حطيتهم في لابوات كما راكم تشوفوا. اسيت هنايا باش ما نحطهمش حبه فك حبه باش ما يرزقوليش، باش كنت نحطهم ونزوقهم في الطبسي يكونوا شابين وماشي مخربشين. وهنايا كما راكم تشوفوا شريت هذا الحوت وحطيته يتقلى، حمرته بيان. وهنا يا ننصحكم باش ما تطيبوش بزاف باسكو ينحرق بالخف. ولا هنايا كنت انا وصاحبتي نوجدو في الباتي، كما قلت لكم اني رايحه مع صاحبتي، وجدنا الباتي قطعناه كيما هاك باش يجي ديكور شباب. ولا هنايا ماما ربي يحفظها زوقت لنا البطيخ، قطعته لنا بهذا الشكل اللي راه بزاف شباب. بون هنايا شرينا المعدلان تاني وحطيناه في اون بواط وبلعنا عليه باسكو راكم عارفين رملة وقع في البحر يولي حالة. ولا هنايا جبت السلة تاعي حطيت فيها لابواط تاع ميني بيتزا وتاع المعدلان والباتي وبصوالح اللي كنت محتاجتهم باش نديهم معايا. ولا هنايا جيت نحط هادو طباسة تاع اللوح، مي ما قديتش نحطهم على الفيل الجهة، بديت لهم الجهة. بون كيما راكم تشوفوا راني نحط في صوالحي لهنايا مكسرات وشيبس و دوك سقايط حطيتهم في ساشي باش تماك كنروح نخويهم في لي غامكا اللي ديتهم. ولهنايا كيسان وجوابس وكوكا وجو سيتو. وبغيت نهضر حاجه تاني، الكلاسيير كانت تلتحت في اللوطو تما، ما كي هو تلتحت في اللوطو باش عاد حطيت فيها الصوالح. وهنا يا حبوباتي كما راكم تشوفوا وجدت المايو تاعي وسربيتان وادر وصوالح اللي نحتاجهم معايا. بون دخلتهم كاع في الساك. وهنايا كما راكم تشوفوا صاي قلعنا رحنا، كنا في الدخله تاع مستغانيم باسكو حنايا في وهران ورحنا لمستغانيم. بلاج بزاف شابه كاب ايفي كاع الناس تهضر عليها. هنايا حبسنا دخلنا للسبيغات، بغينا نشرو حاجه خفيفه كاطو ولا كاش حاجه ناكلوها. وزدنا معنا قرعه ما باسكو دينا غير قرعه وما تقدناش. كما راكم تشوفوا ديت معايا كوفريت سيتو، كان خصنا والو في الحق كلشي ديناه وبزياده. لهنايا وصلنا لكاب ايفي كانت حدا زينة بيش. وهنايا اللي ما يعرفش كاب ايفي جاية جيست حدا زينة بيش وجاية برسك صحراء، تنجمو تقولوا بلي صحراء، جاية غير رملة كما راكم تشوفوا بزاف شابة تصلح اكثر هي التصاوير. بون لهنا كما راكم تشوفوا هنا غير رملة هكا تحسبوها صحراء ومن تحتها بحر، يعني عندكم ما تتمشوا. كما راكم تشوفوا هنايا حطينا الحطه تاعنا جات بزاف شابه من الطياب والافكار تاع ماما والحطه تاعنا بيان سور. لهنا كان البحر شويه مهلك مي كان شباب. كما راكم تشوفوا هنا حطينا ومن بعد كل جمعنا فطرنا كحفير حبه. وهنا يا حبوباتي خليكم تشوفوا من مقتطفات وشوية لي فوتو اللي درناهم تما، كان بحر بزاف شباب بزاف هايل طوب بزاف شباب، ننصحكم به كاب ايفي. وهنا يا كي كنا جايين كان المنظر بزاف شباب، انا قاعد غير نشوف فيه صراحة وخليكم تشوفوا معايا. هنايا كانت السيركيلاسيون في الطريق، ما قديناش فوتو بالخف، مي فوتنا نهار بزاف شباب ما يتنساش يقعد في العقل. كما يقولوا.
وحبوباتي هنا كنا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله ما تبخلونيش بالجادور والابوني تاعكم، وقولوا لي رأي تاعكم في الكومنتر، رأيكم يهمني بزاف، يهمني باسكو يحفزني، يقول لي اذا نكمل في هذه الفيديو ولا نو. وباي.